بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سكير عبد العالي ام في بي مايكروسوفت، ونواصل في دورة بلايزر سيرفر 24. الدرس 24 سنكمل دورة يعني تحميل الملفات او داونلود اكسل فايل، وايضا سنستعمل الجريد لريدزون، وسيكون الدرس الان الخاص بريدزون لاننا تعلمنا كيف نعمل داونلود في الدرس السابق. الان كيف نعمل اكسبورت اكسل من الجريد. اوكي، اذا اخر ما قمنا به هو انشاء الكلاس اللي هي اكسبورت كنترولر التي قلت تاتي او اتينا بها من يعني الريدزون ستوديو، وشرحت قلت انها تحتوي على ميثودين اساسيتين. هي الاولى هي تو اكسل، حيث نعطيها كويرابل يعني قائمه من الداتا، وهذه القائمة من الداتا تحولها عن طريق أدوات التعامل مع الإكسل إلى ملف إكسل، وتكتب في السيل، تكتب في الرو إلى آخره، وهنا في الأخير نتحصل على ملف إكسل ونعمل له داونلود. أوكي، هنا من المفروض نستعمل الاسم الذي مررته. نعم، مررنا الفايل نيم، نقوم بالتغييرات فيها، لذلك اوكي. جيد، اذا عندي تو اكسل التي تقوم بانشاء الاكسل انطلاقا من مجموعة من الداتا. والداتا كيف تحضر الداتا؟ في البداية ارسل الداتا، يعني هنا على مستوى الكنترولر ارسل الداتا كما هي من قاعدة البيانات. اوكي، جيت يوزر، جيت يوزر ستعطيني الداتا كما هي. هو يستعمل اونتيتي فريم ورك، فاستعمل الانكلود. اذا ما كان هناك اكسباند فاستعمل انكلود للداتا بيز، لكن هنا لا نحتاجها مع دابر، لان دابر اكيد عندما نقول له جيت يوزر اذا هي استعمال او استعلام او بروك، والاستعلام والبروك مباشره يجد الداتا في مجموعه من الجداول، يعني نعمل انر جوين لاب جوين الى اخره، فالداتا تكون عندي اصلا يعني في شكل في 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 الكويري هذا في الايتم هنا عندي كل الداتا، فلا نحتاج عمل انكلود للداتا. اوكي، الفلتره، نحتاج الفلتره، فيقول له اذا كان عندي فلتره فاعمل وير والكونديشن، يعني إذا كان عندي order by اعمل لي where واعطيني الحقول للorder by عن طريق اللينك هنا. إذا سيقوم بمانيبيليشن، يعني تغيير مانيبيليشن بالفرنسية مانيبيلاسيون، لكن الإنجليزية ربما موجودة هذه الكلمة أو لا. فيستعمل استعمال هذه الايتم هنا، يستعمل اللينك حسب ما وجده في هذا الكويري. اوكي، اذا كان فيه سيلكت سيقول له اعمل لي سيلكت باللينك الى الحقول التي ارسلت لك اياها في الخانه سيلكت، في الكي سيلكت، لانه هو يشبه ديكشنري، لان هذا الكويري كوليكشن هو مجموعه من الكويري في شكل يعني كي فاليو. اوكي، اذا فهمنا البارامترات، عندي ثلاث بارامترات هنا، قلنا داتا الكويري والفايل نيم، كلها تاتي في اند بوينت، لكن هنا لابد ان نصل الى الاند بوينت، وتعلمنا كيف نعمل ذلك في الدرس السابق وهو عن طريق نافيجيشن. سنغير الان النافيجيشن ونكتبها بالطريقه التاليه، عندي فايل نيم، ولاحظ لم اطلب مباشره الميثود بل ارسلت معها الكويري. هذا الكويري هو كويري ريدزون، فعنده ميثود اسمها تو اراي، يعني سيكتب الكويري في الاراي، في الكويري سترينج سيرسل له الكويري الذي سنعمله في الحين، سيرسله في اليو ار ال، بالاضافه عندي فايل نيم الذي سنرسله. اوكي، اذا الفايل نيم سنعطيه متغيره هنا، سميته يوزر، والان الكويري، لاحظ سنتاكس الخاص بالكويري لريتون. قلنا له انشئ لي كويري الذي يتكون من ثلاثة من الكي، فلترة، فلتر، اوردر باي، وسيلكت. اوكي، اتي
بكل ما حدد المستعمل على مستوى الجريد من فلترة. إذا كان عمل كونديشن في الفلترة كلها ستدرج هنا في شكل كي فاليو، في شكل سترينج. أوكي، كل الأشياء التي عملها في الأوردر باي عمل سورتد، يعني ضغط على أزرار السورت فأعطاني، أعطيني الكويري واكتبه هنا. من أين نستخرجه؟ من جريد كويري. إذا جريد كويري هو كل الأشياء التي قمنا بها في على مستوى الجريد، من فلترة، من أوردر باي والسيلكت. أعطيت له أنا الحقول التي أريدها في الإكسبورت، ممكن نفسها ممكن أغيرها. أوكي، الآن ما هو الجريد؟ الجريد هو موجود، يعني عندي الجريد موجود هنا، لكن ليس عنده اي دي، يعني ليس عنده ريف، لان في البليزر قلنا في الجافا سكريبت نستعمل الاي دي، في الاسبي دوت نت نستعمل الاي دي، لكن في البليزر ماذا نستعمل؟ نستعمل اروباز ريف. جيد، ماي جريد، جريد زيرو، جريد انتم احرار في التسميات. اوكي، لم ننسى ولا شيء. طبعا نسينا انشاء الجريد. دائما كي ننشئ هكذا ريفيرنس لابد ان نعرف هذا الريفيرنس، نقول له انت الجريد صفر هو من نوع ريفيرنس الفلاني، هو من نوع ريدزون داتا جريد الذي مربوط بموديل اسمه يوزر. انشات جريد صفر واعطيت له هنا جريد صفر. من المفروض كل شيء تمام. الان سنجرب. نذهب إلى fetch data ونجد، سنغيرها الآن وإلا سننسى. لاحظ عندي سطر 2 3 أعمل إكسبورت، أصبح عندي الملف هنا. أفتح الملف وأتحصل على 1 2 3 ثلاث أسطر. كي لو عملت سورتد أو فلترة على أو هنا عندما أقول له الإي موجود مرتين. لا، موجود 3 مرات. المهم عندي فلترة هنا، أعمل إكسبورت، تحصل الملف وكما تلاحظون أعطاني الداتا. يعني أي شيء قمنا بعمله على مستوى الجريد سيقوم بإنشاء كويري لذلك، أو استرجاع الكويري الأشياء يعني كل الأشياء الخاصة بالفلترة والسورتد سيسترجعه هنا في هذا الأوبجكت اللي سميناه كويري، ويقول له كويري تو URL، ونعطي له الأون بوينت الخاصة بالداونلود، ونرسل الملف أيضا فيقوم بالإكسبورت. جيد، هذا ما أردت، يعني أن الدرس الأساسي هو هذا الشيء لأنني أحتاجه في العمل وقمت بإيجاد الفكرة الحل الحمد لله. الآن سنتكلم على static file. إذا لنفرض أننا نريد يعني الجريد هذا، عندما نضغط على زر سيقوم بعمل يعني عوض أن نذهب هنا إلى end point نتصل مباشرة مع class مثل هذه، يعني أين هي الكلاس في السيرفيس؟ نعم، داونلود.
لنفرض انه ليس اند بوينت، يعني لا عندي كنترول، ما عندي كنترول، عندي فقط تو اكسل التي تقوم بالذهاب الى قاعده البيانات، احضار الداتا، عمل حلقه تكراريه للداتا، وانشاء الملف الاكسل، ثم نعمل له ليس داونلود بل نعمل له سيف، سيف في مكان في باث معين. اوكي، يعني نستطيع فكره اخرى، يعني فكره ثالثه هي اننا ننشئ ملف الاكسل بالسي شارب هنا ونحفظه في ستاتيك فايل في مجلد مثلا هنا، نسميه مثلا داتا او اكسبورت، وهذا الاكسبورت يحتوي على ملفات مثل مثلا هذا الملف الذي قمنا بانشائه. لنفرض اننا انشاناه عند الضغط على الزر، انشانا ملف اسمه فايل، اصبح عندي ملف فيزيكال، يعني ملف حقيقي موجود على مجلد ما. الداونلود سهل جدا، ف عندما نذهب الى فاتش داتا بمجرد سحب هذا الملف، اذا لابد ان يكون عندي لينك للداونلود، اذا اصبح عندي لينك للداونلود، ولاحظ قلت له اكسبورت ثم الملف. نستطيع كما قلت بالجافا سكريبت ايضا يعني اوتوماتيزي، يعني تحويل هذا اللينك الى عند الضغط على زر سيقوم بالداونلود بدون يعني عمل انشاء الملف ثم الداونلود بدون اللجوء الى اللينك. اوكي، انتم احرار، يعني ربما يضغط على زر فيظهر لي بوب اب بعدما يقوم بانشاء الملف بالسي شارب، نقوم بانشاء الملف هنا يظهر لي بوب اب مع داونلود، مع هذا رابطة الداونلود، يعني عدة طرق، يعني او عدة حيل نستطيع حسب يعني لا دوموند، حسب ما يطلب منك الزبون ان تعمله. ربما هو يريد فقط هنا اكسبورت، عند الضغط على هذا اكسبورت يظهر لينك، فتضغط على اللينك ينزل الملف. لماذا لم يعمل اكسبورت؟ ما أخطأنا في المسار؟ نعم، وهذا هو الملف كما تلاحظون. إذا هذا هو الداونلود العادي عندما يكون عندي ملف حقيقي موجود في مكان ما. أوكي، هذا كل شيء في درس هذا اليوم، تعلمنا عدة أشياء. إلى درس قادم إن شاء الله مع بليزر، دائما مع بليزر وريدزون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.